كل يوم بيوم متابع معكم مشاهدي سبورة تي في بفقراتنا المتنوعة، وحاليا بفقرة حزال النهر رح يكون عنا حديث حول البيت والكنيسة ودور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئة التنشئة المسيحية، وهذا الشيء رح يكون انطلاقا من قراءتنا لإنجيل متى بإصحاح 7 والآيات من 24 ل 29، ورح نعرف أكثر حول هذا الموضوع مع الأب الخوري عيسى غريب كاهن كنائس مدينة فولندورف فولار وفرايبورغ وكونستانت، وأيضا مدرس تربية دينية في المدارس الألمانية. بارخ مور أبونا بشينو بشلومو. اللهم باريخ وبصحته ربطه أدي وما أعميخ ونقحريته، وإحنا دائما إحنا وهاتو وعم حدودي بخدمة دو عامو ودو عدتو ودو عميدا أسريو يكولي ببريتو كولا والعلم كولا لو بس عميدا يعني. تودي غلبي شكرا كثير للاستضافة مرة ثالثة، وأنا دوما فخور بأن أكون معكن. يعني الحقيقة غمرتنا بمحبتكن بهالبرامج الحلوة والقيمة، وطبعا أنا قلت غير مرة كمان نحن دوما مسابرين ومداومين على القناة السبورو اللي عم تعطي حياة روحية لكل أبناء شعبنا وكل العالم وين ما كان يكون. تودي غلبي وشكرا كثير. تودي ابونا الشكر لكم اكيد للمشاركه الدائمه معنا، ونحن كمان سعيدين باستضافتكم مره جديده عبر شاشه سبورة تي في. لحتى نبلش بموضوعنا اذا ممكن ابونا تقرا لنا اول شيء الايات مثل ما قلنا من 24 ل 29 من الانجيل بحسب متى والاصحاح 7، وبعدها نفوت اكثر بتفاصيل الموضوع. تفضلوا ابونا. إنجيل متى الإصحاح 7 الآية 24 إلى نهاية 29. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الرياح وجاءت الأنهار وهبت الريح ووقع ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال تعجب الجمع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. آمين. أبونا بداية، ليش السيد المسيح كان عم بيكلم الجمع والتلاميذ بالأمثال؟ هذا هو السؤال اللي هو تقريبا بداية نرجع هيك شوي ملخص عن الأمثال. أكثر الأمثال كتبت في بداية البشارة، كتبت في بداية مجيء الرب يسوع المسيح عند إعلان رسالته، وكان النصيب الأكبر هو من الإنجيل متى اللي ورد أكثر الأمثال فيه، ولوقا وإصحاء ومثل واحد في مرقس، وأما يوحنا ما كان فيه ولا مثل. الأمثال مثل ما تعلمنا دوما تعطي فكر للمستقبل، تعطي خلي الإنسان يفكر أنه ليش عم بيكلمنا بأمثال. أولا من ناحية أنه يمكن كانوا شوي، يعني ما نقول جهلاء بالمعنى الجهل، لا، ما كانوا فهمانين معنى كثير كلمات أو أمثال الرب يسوع المسيح، لكن دوما كان يقول لن بعدين راح تفهموا. وهي كلمة بعدين راح تفهموا كثير عميقة ومؤثرة على الفكر. ليش؟ لأنه حتى الكتبة والفريسيين لما كان يسمعوا كان يفكروا أنه عم يحكي حكي جزداني، لكن هو ربنا ما كان يحكي حكي جزداني بس، كان يربط الحياة الروحية مع الحياة الجسدية. ولذلك المثل كان يبقى في ذهن
التلاميذ أكثر، وكان بعد منا يحللوه. مثلا هلا اليوم المثل تبعنا انه مين هو هذا الرجال اللي يبني بيته على الصخر؟ فهن الناس بالين فكروا انه بناء عادي مثل ما نحن نعرف، يجوا البنائين ويحطوا اساس ويصبوا شمنتو وهي الى اخر ما هنالك ويعمروا هذا البيت، والبيت اذا كان متين اكيد لما تجي الرياح وكذا والامطار والسواقي والزلازل ما راح اتوقع هذا البيت لانه اصله متين. لكن الحقيقة ما هو المقصود فيه البيت اللي موجود اللي نحن نعرفه؟ لا، ليش؟ لأنه قال الرجل الحكيم، الرجل العاقل، الرجل المؤدب، الرجل الذي له تعاليم الرب يسوع المسيح، هو اللي يقدر يعمر هذا البيت، يعمر أولاده، يعمر أسرته، يعمر جيرانه. هذا هو المقصود بهذا المثل. وأما الجاهل يكون لا مبالي وترك العائلة مثل ما هي، وتجي الذئاب الخاطفة وتخطف واحد من هون وواحد يروح على غير محل وتضيع الطريق عليهم. ولذلك كان هذا المثل هو للتربية البيتية أكثر ما يكون هو بالمعنى العادي اللي نحن نفهمه بناء البيت من الحجار أو كذا إلى آخره. نعم أبونا، لمن كان موجه هذا المثل بالتحديد؟ وخلينا نحكي أكثر على المعنى الروحي لهذا المثل. حلو، سؤال جميل. هو أول شيء المثل حكاه على البيت، على الأسرة، على العائلة. بعدين بالمعنى العام الروحي نقله للكنيسة. ليش؟ لأنه نحن نعرف العائلة هي مؤلفة من امرأة ورجل وأولاد، إذا في أو إذا ما أكتار ولا قلال لا على العدد. ولذلك هذا المجمع الصغير، أو أنا أقدر أسميه هيك تشبيه صغير، أقول الكنيسة الأولى هي البيت. قبل ما تكون الكنيسة الكبيرة اللي نحن نعرفها اللي عليها صليب واللي ضخمة والناس تنجمع عليها، أو الجامعة المقدسة الرسولية، الكنيسة الأولى هي البيت. الرجل الحكيم، الرجل العاقل، الرجل المؤمن، الرجل المتواضع اللي تعلم من الرب يسوع المسيح يعمر بيته على الصخر، على قوة قوية، لحتى إذا أجت الزلازل. شو هي الزلازل؟ معنى الزلازل ما هي الزلازل والأمطار واللي نحن نفهمها يعني بالمعنى المادي، لا، هي كل الاضطرابات، كل الصعوبات اللي تجي على العائلة، وحتى الأفكار الشريرة اللي تغير، يبقى مثل الرمل. الرمل هو متحرك، يتحرك من مكان لمكان أو يتنقل من مكان لمكان، وهذا واقع. يعني أنا هذا الموضوع الحقيقة عم بحكي لك من أمر واقع أنا عشته خلال 26 سنة أنا موجود في هاي المدينة، عشته عملياً وعشتوا نظريا وقرأتوا بالكتاب المقدس وأحللتوا بهذا المعنى. فإذا الموضوع يتعلق بمرحلتين، مرحلة بناء الإنسان من البيت، والمرحلة الثانية أو التنشئة اللي نسميها المسيحية الروحية اللي هي من مهمة الكنيسة كمان، لأنه هاي العائلة مرتبطة مع الكنيسة، فالاثنين مع بعض هنين يقدروا يبنوا هاي شخصية هذا الإنسان اللي كان طفل وبعدين يصير شاب وبعدين يصير إلى رجل يعني. نعم أبونا، أكيد رح نحكي هلا على هالمراحل خلال حديثنا لليوم، ولكن مثل ما ذكرت أبونا أنه البيت هو الكنيسة الصغيرة، ولكن تنقل فيما بعد شلون عم نقدر نوصف العلاقة بين البيت والكنيسة، البيت كعائلة وأيضا الكنيسة الكبرى؟ حلو، جميل جدا. هذا هو اصلا السؤال اللي 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 اكثر شيء راح نتطرق له للمرحله. طبعا بطبيعه الحال اي طفل يولد المسؤوليه بالايام الاولى او بالاشهر الاولى او بالسنوات الاولى هي مسؤوليه الام، اللي ترضعه، تنظفه، تشيله، تسهر لراحته، اذا لا سمح الله مرض تاخذه على الطبيب الى اخر ما هنالك. الاهتمامات الأولى كطفل هي من واجبات هاي الأم.
هاي الخادم الأمين الأم مرحلة الطفولة أكثر من الرجل. صح، هو مهمة الرجل راح تجي بعدين بعد بلوغه، يعني سن نقول المرحلة الابتدائية، يعني إن كان دخل بالخمسة أو الستة للمدرسة صارت العلاقة مشتركة بين الأب والأم، بين هذا الرجل اللي حكى عليه الكتاب المقدس، هذا الرجل الحكيم العاقل اللي بده يبني هذا الطفل أو هذا الولد على أساس صخر، على أساس قوي، لحتى الأفكار الدنسة والزعزعات والاضطرابات ما تشوه فكره. ولذلك طبعا أنا عم بحكي لك هذا واقع حصل نحن في مجتمعاتنا الغربية. طبعا مجتمعاتنا الشرقية واحد يحكي ما كانت مثل هلا، يعني ليش؟ لأنه ما كان في إمكانيات، وما كان في مدارس بالمعنى الحقيقي، وما كان في، يعني صعبة كانت الحياة هونيك بصراحة، يعني لكن هون الوضع مختلف جدا. الوضع ليش مختلف؟ لأنه هذا الطفل صارت نص حياته في البيت ونص الثاني في المدرسة. يطلع الساعة 7:30 من البيت، بيرجع الساعة 5، بعدين يقفلوا ساعة ساعتين يعمل وظائفه، بعدين ينام. النام معناته ما بقى له علاقة. فهون تبدأ العلاقة الروحية مع الطفل في السنوات الأولى من المدرسة. شلون أبونا نقدر نقيم هاي المرحلة؟ يعني تنقول بعد الطفولة وبعد ما يكون هو هذا الطفل بالمدرسة، شلون نقدر نقيمه ونتعامل معه بطريقة صحيحة من ناحية التربية، خلينا نقول التربية الاجتماعية وأيضا التربية الروحية؟ كثير حلو. أنا يعني الصراحة أقولك تجربة، أنا عم بقولك تجربة شخصية. أنا جيت تقريبا في نهاية 87-88 وصلت على ألمانيا. نفس الفكر اللي هلأ سألتيه أنا قلته، وأنا ما كنت كاهن أيامها، كنت علماني، كنت مدني، يعني كنت شماس كنيسة، شماس عادي متواضع. فكرت بهذا الموضوع أنه أنا شلون بدي أربي أولادي تربية مسيحية على إيماني اللي أنا أخذته من آبائي ومن أجدادي. كان هذا مفصل. وأصلا يعني معلش بدون افتخار، يعني هاي الكلمة أو هاي المرحلة وصلتني إلى درجة الكهنوت. أنا ما كنت، بلكي سمعتي عن حياتي، أنا كنت معلم مدرسة بسوريا، ولا كنت، وصح كنت شماس، لكن ما كان عندي هالاهتمام أنه أصير يوما ما كاهن وبعدين أصير خوري وأصير مدرس. طبعا التدريس ما خلص، حتى بسوريا ما كان خلصنا منه، واليوم ما خلصنا منه نفس اليوم. الله يقويك أبونا. الله يخليك، شكرا. فبدأت أفكر بحياة الطفل في المدرسة، وأهم شيء أهم شيء المراقبة. مراقبة هذا الطفل، ولو حتى ولو هو في السن صف الأول والثاني والثالث والرابع. ولذلك أنا صار عندي مثل تجربة بهاي المرحلة، أنه لما يجي على المدرسة شو قال لك المعلم، شو علمك الأستاذ، وين وظائفك، وين كنترول بشكل غير مباشر، مع أنه هن بالسنة الأولى صاروا أشطر مننا بالألماني وأشطر مننا بالإنجليزي وأشطر مننا بكل اللغات حتى، يعني فالكنترول بشكل متواصل وبشكل عقلاني. يعني في آية في الإنجيل، لا تغيظوا أولادكم. يعني التربية اللي نحن كنت ربيناها في سوريا تختلف كليا عن التربية اللي عم نعيشها في الغرب، في أوروبا بشكل خاص يعني. ولذلك هون بدك تحاولي تحطيه بقدر إمكان مع التنشئة المسيحية، مع أو نحن نسميها، نقدر نقول بالبلادنا كان نقولها اللحديات، يعني ما أخلي له وقت فراغ لحتى الأفكار الخارج المديني أو خارج المنطقة أو خارج المجتمع تسيطر عليه. يعني اللي شفتي الصورة الأولى اللي كانت كشاف، يعني مو من باب افتخار أبدا أنا أقولها، أول ما فكرت فيه أعمل كشاف مثل قامشلي، مثل ديريك، مثل حسكة،
يعني انقل نفس الفكر. ليش؟ لانه هذا الولد خلص بقى له هالساعتين بده يندمج محل مجتمع، بده يشوف زملائه، يتعلم يدق طبل، يتعلم يدق ترومبيت والى اخره. وكمان مره غير التدريب الموسيقي كنا نرشدن وننصحن، والحمد لله نجحت العمليه يعني بهالفكره. الثانيه صار نحن تقريبا بالمانيا يمكن كمان اقدم كنيسه بدات بالتعليم الديني اللي نسميه اللحد، ونحن لليوم ما عدا الكورونا ما توقف هالتعليم. كل يوم الاربعاء الساعه 5 في اجتماع مشكل للكبار للصغار للاطفال كذا، اضافه طبعا للمدارس اللغه ومدارس الثانيه عن طريق الشمامسة والملفونوات اللي عم يساعدوني فيها يعني. نعم أبونا، مثل ما هلأ عم نشوف الصور عم نشوف فضل. الصور أبونا اللي عم تقطع أكيد للعمل اللي عم تقوموا فيه بالتعليم الديني بالأحادية وأيضا المؤسسات الكنسية اللي أنتم مسؤولين عنها، عم نتابع الصور أكيد مع كل المشاهدين. طبعا هون مرات أوقات يكونوا مثلا يكون الاجتماع للأطفال بس، مرات الكبار. هلا الصورة قبل منا كانت للأطفال، هلا البعد منا شرحنا أسرار الكنيسة. أتذكر هاي المحاضرة بلكي صار لها 5 6 سنوات يعني أو أكثر أو أقل يعني. يعني كثير من شعبنا يقول يا أبونا عم شوف المعلقة في إيدك إيش معناتها، عم نشوف هالترتيب هالكاس والصينية والبرشانة، وفناخذن معنا ونعمل عليهن دراسة رسمية يعني. يعني اليوم الحمد لله شعبنا في الاغتراب يعني صار عنده كثير اهتمام بهالقضايا هاي. يعني أنا أتذكر أول ما صرت كاهن كان في عندي 7 أو 8 للـ10 ياخذوا قداس، والباقي بيجوا على الكنيسة ويطلعوا من الكنيسة يمشوا. فأحد الناس سألني قال لي أبونا هدول الشباب هدول شوفن 10 15 واحد غير ما ياخذ قداس، ليش؟ ما نحن كان علمونا أيام زمان أنه كل 40 يوم لازم تاخذ قداس. قلت له بس هذا الشيء مو موجود بالكتاب المقدس. المسيح قال اصنعوا هذا لذكري كلما اشتركتم بهذه الأسرار متذكرين موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. قلت له كل في قداس يحق لكل الناس بعد الاعتراف يتناولوا، فصارت عادة وتعلموها الناس ما فقط. ليش؟ لأنه إذا ما عملنا لنا هالدروس هدول صح. يكون كتير شغلات غاب علينا يعني. حتى شرحت له معنا المعلقة استغرب، قال أنا لما كان شيل هالمعلقة وتحطها هيك وراء في بعد الأمين حاد نقول قدش القادشة قدس الأقداس ما يدخلوا إلا المطاقة، استغرب يعني. لما شرحت له معناته قال يا نحن كان نفكر منه والله معلقة يأكل فيها أبونا أو شيء من هالقبيل يعني. فعرفوا كلياتها. والنقطة المهمة كثير في هالموضوع أنه كل واحدة جبتوا لنا من أين موجودة في الكتاب المقدس، لأن نحن هلا سمعنا بعض الطوائف يقول إيه وين موجود الصوم، وين موجود هالشغلات، وين موجود القداس، وين موجود الخبز، وين موجود الخمر. فكلها نسقناها وعملناها مثل برامج، وأين موجودة بإصحاح متى بإنجيل لوقا بكذا يعني. لحتى ما تقولون كثير مرات بالوعظة أنا أقول لهم لا تفكروا أنا أحكي من قدام حالي، لا، ما أحكي كلمة إلا ما تكون مثبتة في الكتاب المقدس. أكيد أبونا دائما يلزم شرح وتوعية بالمواضيع الروحية ومن فترة لفترة دائما حتى للأجيال الجديدة اللي عم بتقوم لحتى يكون عندهم معرفة بالأمور والطقوس الكنسية وأيضا الروحية. من بعد ما حكينا عن الطفولة أبونا والتأسيس خلينا نقول اللي عم بيكون بهاي المرحلة، ننتقل للمراهقة اللي دائما تعتبر من الأصعب إن كان بالتربية وأيضا التربية الروحية، فشلون نقدر نتعامل مع هاي المرحلة؟ الحقيقة هذا كتير موضوع مهم وعم بتعاني منه كتير عوائل حتى عنا في الغرب كمان، لأنه بهالمرحلة كتير صعبة. قبل ما أبلش في هالمرحلة أريد هيك أقول آية يعني مثل ما تقول منسية شوية، يقول المعاشر الرديئة تفسد الأخلاق الحسنة. وأنا بزمان ومن شي بلكي 18-17 سنة عملت محاضرة بس على هالجملة هاي، المعاشر الرديئة تفسد الأخلاق الحسنة.
وهذا المثل طبقته أنا على حالي. أنا يكون ما بعرف إذا تعرف العائلة، عندي أنا 4 أولاد، عندي بنت كبيرة سوزان، وعندي شربل وميلاد ورائد. الله يخليهن أبونا. الله يسلمك يخلي شبابك. فأنا عملت هالمحاضرة وطبقت عمليا على نفسي. وتذكر سيدنا بعد ما سمع القصة استغرب، يعني استغرب من القصة وحكاها في غير مجامع، يعني في غير، كان يوعظ وقال لنا في هيك هيك صار مع أبونا عيسى غريب من فلندورف. طبعا نحن ضيعة، هني تقدر تعتبر ان نحن عايشين بقبور بيد او بالقامش، لا القامش الكبيرة، تقدر تعتبر ان عايشين بالمالكية او بعنديور او بشي قرية من هالقرى، دمخية يعني بصراحة. يعني ما القرية ما هي هالحجم الكبير وشباب ضايعين يعني مسيطرين عليها. فمن خلال هاي الجملة قلت لهم عندي انا 4 اولاد، واحد منهم تعلم يدخن، طبعا يدخن بدون علمي طبعا. فاجت البسقيوم وقالت لي، قالت لي انت تعرف فلان من اولادك يدخن؟ قلت لها لا مو معقوله، ما بيصير. راسا بلشنا نفكر انه وين عم بيروح وين عم بيجي، معناته عنده فراغ، عنده وقت فراغ عم بيروح مع اصدقاء السوء، ها عم بيعاشر فلان فلان، ايه قلت تمام، معناته خلص اذا عاشر فلان فلان معناته بده يتعلم، هن بدخلوا واهل المون سالانين علين. فالتقيت مع اهل والتقيت مع، فانا قلت كلمه كبيره يمكن المستمعين بلكي يستغربوا منها، يعني ايام ما جيت على الكمبيوتر وكتبت استقالتي وحكيت مع سيدنا المطران، قلت له انا اقدم استقالتي من الكهنوت. لا يا ابونا خير ان شاء الله. قلت له أنا ما عاد أقدر أتحمل أنه إذا أنا أنصح الناس باب الهيكل أقول ليش أولادكم الشباب كن ما يجوا على الكنيسة وأنا ابني ما يجي على الكنيسة يوم الأحد، أو أقول للناس لا تمارسوا أعمال ما كويسة مثلا الدخان السكر الشغلات وأنا يكون واحد من أولادي. فصار هيك في شبه مشكلة في الضيعة، أبونا بده يقدم استقالته ليش ما ليش؟ قالوا هيك سبب، قال معه حق. فالأمور بعد منا المهم رجعت أعطاني وعد، قال بابا خلص. قلت له لا ما تقول لي أنت ما تقول لي، أنا ما في معي عصاي أضربك ولا في عندي سلطان، وتعرف نحن عايشين بمجتمع غربي ما بيجوز إلا بالكلمة الطيبة. قلت له شوف الناس الشمام، الحمد لله هو شماس، هم مع انه شوف الشمامسة ومن لحد ياخذوا بدلاتهم يجوا على الكنيسة، الله يبارك عليهم، شوف معناتها أهل ربون تربية كويسة، شلون أنا كاهن وأنت يوم الأحد تغيب عن الكنيسة؟ ما بيجوز مهما كانت الأسباب، أقل شيء تتعلم كلمتين، تتعلم وعظة، تتعلم فكرة، تتعلم شيء ما كنت تعرفه. ما نحن ما كل احد وعظه شكل، كل وعظه جديده. صح اكيد ابونا، دائما هون الدور الاهل عم بيكون لحتى يشاركوا بالتربيه الروحيه، اكيد الى جانب الكنيسه الى جانب مراكز التعليم الديني والاحديات. كمان نقطه ابونا دائما ينحكى عليها انه الاولاد عم بيكونوا مشغولين بالدراسه، ما عندهم وقت يروحوا على الكنيسه او يروحوا لمراكز التعليم الديني، فشلون يقدروا يعملوا تنسيق بين الدراسه وبين التنشئه الروحيه؟ كثير حلو. طبعا هاي اكثر شيء تعود الى اولا الابوين اللي هن كهنة البيت، وثانيا المدرسه، لانه انا الحقيقه عندي هون 4 مدارس من الابتدائيه الاعداديه الثانويه والعامه، يعني عندي 4 مدارس وطلاب الضيعه كلهم أنا أدرسهم من أكثر من 24 سنة وجاي. فلي علاقة كثير مع المدارس، وكثير أمور حليتها أنا نيابة عن الأهل. يعني طالب يصير معه مشكلة، المدير ما يبعث له رسالة يقول له أبوه تعال بدنا نحكي معك ابنك عمل كذا كذا، لا يجي يحكوا معي يقول نحن نعرف أنه أنت أبو هالطلاب كلياتها.
فركزنا مع الأهالي في نقطة كثير كثير حساسة، أنه لما الأب يقول له أبونا لما عمل محاضرة كانت كثير حلوة، ثاني مرة بده يتشوه. اثنين، لما نحن نعمل جروبات، هلا نحن عندنا فرق رياضية، هلا الشباب من غمسين في الرياضة، عندنا فرق كشفية من غمسين في الكشاف، عندنا تعليم حتى عربي، عندنا لغة غير السريانية، عندنا تعليم لغة عربية. فإذا الطالب ما لازم نحن نعطيه مجال يتسيطر عليه أفكار من خارج الكنيسة أو من خارج تعاليم الكتاب المقدس. وبعدين الآيات موجودة كثير كثير، يعني لا تعد ولا تحصى حول التعليم، لأنه كانت من أحسن مهمة للرب يسوع المسيح لما نفق في تلاميذه وأعطاه الروح القدس، قال وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. إذن كل هذا العمل هو مع المدرسة، مع المدرسة يشكل إنتاج تنشئة مسيحية على أساس متين، على أساس صخر، لحتى إذا أجت أفكار. ذكرتيني بجملة كتير حلوة، إحدى الأمهات مرة سألتني، قالت لي بنتي عم تروح على غير ريليجيون، يعني غير طائفة يعني، وفعطتها أفكار شوي خربطت عقلها، وإجت على البيت وعم تحكي لي بشغلات. فقمت التقيت معها، هي كانت بالمرحلة الإعدادية عند الابتدائية عفوا عندي، صارت في المرحلة الإعدادية غيرت، يعني حاولت أن يكون هونيك ألماني يعني بلكي يكون أفضل وكذا آخر. فقمت التقيت مع البنت ومع أمها ومع أهلها، قمت شرحت لهم أنه طبيعة المسيح وليش إجا المسيح. فالأم قالت لي يا أبونا ليش ما تعمل هيك جولة على بيوت كلياتها؟ قلت له مين طلب وما أجينا؟ ما نحن اسمنا صح كاهن، لكن نحن خدام لهالشعب. ولذلك عن طريق النشاطات في التنشئة نبعد الشاب، وخاصة بسن المراهقة والشباب، يعني بهالعمر يكون شوي عليه وفي صعوبة كتير كتير كتير. والحمد لله أنا أقولها مو أنا لحالي، كتير كتير من الكهنة يعني لملموا أبناء الرعية وعملوا فيهم جروبات، إن كان للسياحة وإن كان للتنشئة وإن كان للرياضة وإن كان حتى للموسيقى، لكل هال. فهل رجال هاي لما الشاب ينغمس مع هون وهون وهون وهون، ما ضل له وقت يروح مع ابناء السوق لحتى يعلموه شغلات ما كويسه او تخالف تعاليم الكنيسه اللي سماها الكتاب المقدس بالزوابع والسيول والامطار الشديده والرياح وغيرها. نعم أبونا، إيش الكلمة أو الرسالة اللي تحب تقولها لكل الآباء وكل الأمهات وتحديدا اللي موجودين بدول الاغتراب؟ طبعا هاي الرسالة كتير مهمة، وأتوقع إذا بالمية 80 أو 90 من أخوتنا حتى الكهنة والشعب اللي يسمع هاي الرسالة، أتوقع الرسالة وصلته مظبوط كويس. فأنا كأب أو أنا كأم، إذا أنا ما أحترم تعاليم الكنيسة، شلون بدي أعلم أولادي يحترموا تعاليم الكنيسة؟ يعني أنا أعطي مثل كتير، في عندي عوائل كتير هون ما رح أذكر أسماء، لما أروح لعندن زيارة تجمع أولادها تقول أبونا هيك، أبونا خلي بوسوا إيدك، قل لا أنا أبو سن، لا يا أختي أنا أبو، قال لا خطري تعلموا. تصور عم تعلم أطفال عمره 7-8 سنين 10 سنين 12 سنة إنه يجي ليش عم. بعدين سألوه قال ماما ليش نبوس إيد أبونا؟ قال لأنه أبونا يكسر جسد المسيح بإيده، لما نبوس إيد أبونا عم نبوس جسد المسيح اللي عم يكسره يوم الأحد بإيده. فهون هي الرسالة للغرب كله، لأوروبا كلياتها، حتى لأمريكا. إذا نحن ما علمنا أولادنا وشجعناهم أن يروحوا على الكنيسة،
اليوم ابني نايم، يلا خليه نايم اليوم، هلا حد لا يجي على الكنيسه، لا بده يتعلم، قوم يا ابني قوم، ما راح اروح على الكنيسه، لا قوم نروح، ما انت تحب يسوع؟ قوم نروح عند يسوع. اي يا بابا ماما ليش يسوع؟ نعم نعم يسوع بالكنيسه بكلمته بجسده، وراح نتناول. تولى تشجع العائله، هاي هي الرساله، الا ما هي اكل وشرب، عفوا يعني يسمعوني كله، ما في حدا جوعان بالمانيا، ولا في حدا عريان، ولا في حدا محتاج، نحن محتاج الى انه نربي جيل مسيحي وحقيقي بعيد عن كل هالتعاليم اللي عم نشوفها، لانه عم نشوف هالمجتمعات ذئاب خاطفه، يعني ناس اشرار، يعني قسموا الكنائس، قسموا الافكار، بلشوا يعطوا مثل ما قال علينا سوف يقوم سحا كذبا وانبياء ويعطوا ايات وعجائب والى اخر ما هنالك. ولذلك نحن كاسر في اوروبا لازم نكون يقظين على تربيه اولادنا لحتى ننشئن او نقيمن يكونون عواميد في جسم الكنيسه المستقبليه، نحن بدنا نروح. فاذا ما 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 خلفنا بعد منا اولاد صالحين معناتها انتهت قضيتنا، يعني صارت هاي بايام زمان على امريكا وامريكا اللاتينيه اللي راحوا السريان كثير منهم ضاعوا وكذا، لكن الحمد لله اوروبا لا زال فيها كنايس وفيها ناس اتقياء وعم يعملوا بكل جهد لحتى يبنوا هاي المجتمعات اللي نحن نعيش فيها. أكيد أبونا الشكر لك والشكر للمشاركة بهذا الكلام حول التربية والتنشئة المسيحية، وخاصة بدول الاغتراب، الدور المشترك بين الكنيسة والعائلة. بكلمة أخيرة أبونا تحب توجهها حول موضوعنا لليوم وتوجهها لكل حدا عم بيتابعنا. صراحة هاي أنا أوجه كلمة أقول لكل العوائل تسمع على السبورة تبعو، تحاول تشوق أولادها إلى هالبرامج هاي الروحية، لأنه أنا عم بسمع في كهنة فعلا معطائين يسمعوا عليها على التلفزيوناتنا، يحاولوا ما يعطون مجال للترفيه اللي ما له معنى، يكون ترفيه عن طريق الكنيسة، يكون ترفيه عن طريق المدرسة، يكون عن طريق اللحديات. وما في كنيسة بألمانيا ما فيها لحدية، مستحيل من هون لهامبورغ كليتنا. لكن لما نستغل هالأحادية وهذا المقر للشباب وللشابات وللعوائل حتى وللأطفال، يعني شيء كويس. نعمل لجان، نحن عندنا لجان أطفال، لجان شباب، لجان رياضة، لجان موسيقى، لجان تعليم، يعني عندنا من كله، حتى اللهجة الطورانية يعني معلش نسميها، في عندنا هلا نسوان بدأوا فيها من السنة الماضية. لحتى لأنه نحن أنت تعرفين يعني نحن شعب آزق وشعب مردين، ما تعلمنا عربي وبقت لغتنا العربية، يعني حتى بالمالكية يعني بالـ170 ما كان يعرفوا سرياني يعني، أو نحن نسميه طوراني. ولذلك لو سمحتي لي هيك أقول هالبيتين الشعر لو سمحتي لي، يعني أكيد أبونا تفضل. كن حكيما غير جاهل، فالوقت قريب لا محال، كن بانيا غير هدام، فالبناء الصالح يبقى علم، ازرع الحب تجني الخلاص، وازرع الصبر تجني تواضع. وشكرا لمحبتك وشكرا لفريق البرنامج كلياته، واحد كل واحد باسمه. شكرا. اشكر محبتك. شكرا شكرا لكن ابونا، اكيد للتوعيه وضروره انه يكون في وعي بكل بيت وبكل عائله حول التربيه الصحيحه والقويمه، وخاصه التربيه والتنشئه المسيحيه. تودي لك ابونا للاضاءه على هذا الموضوع اللي اكيد يهم كل عائله، وان شاء الله كمان بلقاءاتنا الجايه والمقبله نغتني اكثر بمعرفتكن الروحيه والاجتماعيه ايضا. تودي ساقي ابونا.
لو مديم، وانا بشكركم من كل القلب، وانا دوما اتشرف اكون على شاشتكم بصراحة، يعني بكل فخر يعني. تودي تودي الكن أبونا، تودي لمحبتكن الكبيرة، تودي ساقي لولا مديم شيء، اهلا وسهلا. شينو أبونا.